بس أنا كمان عايز أبدأ نتكلم في ملف الإنشاءات، لأنه برضو على مستوى الإنشاءات في خلينا نقول يعني طفرة كبيرة. طب مش طفرة كمان، ده تعظيم من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية وجمهور النادي الأهلي. فملف الإنشاءات بتشتغلوا فيه في الثلاث فروع، ولسه كمان عندنا كمان تجمع تجمع البنية التحتية برضو كان أستاذ طارق بيتكلم. خلينا نروح نشوف يعني تقرير عن الإنشاءات على مستوى ثلاث فروع، ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور رانيا علوي. منذ نجاحها في مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، كانت الثقة كبيرة في الدكتورة رانيا علواني من أجل تحقيق طموحات أعضاء النادي وتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي وعدت به القائمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي في الانتخابات. كان تطوير منشآت النادي والبنية التحتية في فروعه الثلاث من أهم الملفات المطروحة على أجندة مجلس إدارة النادي في بداية المشوار للمجلس الجديد، فضلا عن وضع حجر الأساس لحلم الفرع الرابع للنادي في التجمع الخامس. وكل ذلك في ظل ظروف صعبة واجهها النادي، عانت منها كل الدول وليس مصر فقط، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. وخلال ثلاث سنوات نجح مجلس الأهلي في تحقيق الكثير مما وعد به أعضاءه، وحقق المجلس طفرة ملموسة وحقيقية في كافة المنشآت والمباني، بما يخدم أعضاء القلعة الحمراء بالشكل الذي يليق بهم، وبما يضمن أن يكون النادي في الصدارة دائما. وسريعا ما بدأ مجلس الأهلي تنفيذ وعوده لعائلته، ونجح في إنهاء العديد من الأعمال الإنشائية في فرعي النادي وكذلك مقر الأهلي بالجزيرة، فتم الانتهاء من إنشاء سور النادي الجديد وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة وإنشاء صالة تنس الطاولة وتجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل، وأيضا تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية. كذلك تم إنشاء التراس الجديد لتخفيف الضغط على التراس القديم وإضافة مساحات جديدة للأعضاء. كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة وما يتضمنه من إنشاء قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس بجانب عدد من العيادات وغرف الاستشفاء التي تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء، بالإضافة إلى الجيم الذي تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة. أما في فرع النادي بمدينة نصر فقد افتتح مجلس الإدارة منطقة المطاعم الجديدة الفود كورت لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، كما تم الانتهاء من إنشاء سور النادي وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين وتكييف صالة الكاراتيه وتجديد الحمامات وافتتاح المنطقة الترفيهية التي تضم حمام بأمواج صناعية وحمام سباحة للكبار وحمام سباحة للأطفال وغرف خلع ملابس رجال وسيدات وغرف خلع ملابس أولاد وبنات ومناطق جلوس للأعضاء ومناطق خدمية. وتتوالى الإنجازات في فرع الشيخ زايد الذي يشهد أعمالا إنشائية كبيرة باستمرار، حيث تم الانتهاء من الحصول على تراخيص إنشاء البوابات وإنشاء صالة للكاراتيه وصالة للجمباز ومبنى إداري ومجمع ملاعب سكواش، وحاليا يجري العمل في تلك الإنشاءات. ويبقى الحلم فرع التجمع الخامس مستقبل النادي، حيث تم وضع حجر الأساس للفرع الجديد بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم تصميم الفرع الجديد وفق أفضل التصميمات الهندسية التي سيتم من خلالها تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بخدمة الأعضاء. وتقدر المساحة الإجمالية لفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة ما يقارب 50 فدانة، ويشمل عدد 2 ملعب كرة قدم قانوني كبير، 4 ملعب خماسي، 4 ملاعب كرة يد، 4 ملاعب للكرة الطائرة، 4 ملاعب لكرة السلة، 6 ملاعب للتنس الأرضي، ومجمع حمامات سباحة يحتوي على حمام سباحة أولمبي وحمام غطس وصالة مغطاة، بالإضافة إلى مبنى للسكواش وحدائق للأعضاء ومنطقة لألعاب الأطفال. الأهلي وأعضاؤه يستحقون كل ذلك وأكثر،
وهذا ما يؤمن به محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلسه الذين لا يتوانون عن بذل كل ما في وسعهم ليظل نسر الأهلي محلقا في السماء كأفضل الأندية المصرية والعربية والإفريقية على كافة الأصعدة.